ستانلي هرب مش كده؟ هرب اهو. هرب ومش جاي تاني. ياه. عشان هو عنده عقد مع النادي 10 سنين فالراجل طفش. هرب طب وبعدين هتعملوا ايه؟ هنحاول بقى نجيبه كمان سنتين كده ولا حاجه. يعني بس عشان دلوقتي بتاخد العناوين دلوقتي هروب ستانلي من الزمالك، راح فين بقى؟ مش عارف بس. في كان في الامارات يتعاقد مع نادي هناك. وخلاص يعني. من ورانا ستانلي رجع النهارده؟ رجع دخل التمرين. دخل التمرين. طبعا الناس طبعا خدت. طبعا. لا ما دي الاشاعات اللي قبل الاشاعات اللي بعد ما حدش بيجيب سيرتها زي الناسيو كده هيجي النهارده بكره ان شاء الله وهينزل التمرين ان شاء الله مره كده عندي واحد من الصحفيين يعني بحبه يعني فقال لي هقول لك خبر وعلى الهوا بقى كنا قال لي كوبر مسافر ومش راجع برضه عارف انا قلت له ايه بقى على الهوا وهو صحفي كويس على فكره يعني بس كانه مصدر من جوه على فكره مصدر من جوه الاتحاد اللي قال له ده شوف الناس بتنخرب ازاي يعني فقلت له طب بص بقى هطلع لك لساني على الهوا قلت له كده هطلع لك لساني قال لي انا بقول لك ما ينفعش ولو ما جاش كوبر حضرتك الرهان اعمل اللي انت عايزه على الهواء يلا بينا هطلع لك لساني لما كوبر يرجع وانا باكد لك ان كوبر راجع والمعلومه كانت من داخل الاتحاد يعني في ناس عايزه في ناس طبعا وفي ناس جوه بتبقى جوه بتبقى عايزه ان ستانلي سافر وهرب والقصه والروايه لان طبعا انت الموسم ما فيش شغل توقف النشاط في الفتره دي لان في المنتخب فبيبقى في اخبار عماله.